انسل الماء إلى المبنى بسبب المطر. كل شيء معد من مواقع الممثلين إلى خطة التمثيل. تجنبوا أماكن برك المياه ببراعة. تأكدوا من هذا خلال البروفة النهائية. مكان دخول الشهد وبيئة التصوير حولي ومواقع الكاميرات والإضاءة. وكيف سأبدو على الشاشة بما فيها لقطات ابتعاد الكاميرا عني؟ سأحفر المشهد في ذهني مرة أخرى. سنستأنف التصوير. الكاميرا جاهزة، الإضاءة أيضاً. اللقطات الصوت جاهزة. المشهد الستة، الالتقاطة 51. جاهزون. ابدأوا. وعلى دوي الكلاكيت شرعت الكاميرا تصور. ملأوا الجو الثقيل والحاد أرجاء موقع التصوير. ومر الوقت بشدة وحدة، وكأن وقت سنة كاملة ضغط، وكأن الحياة بحد ذاتها تستجوب في لحظة طويلة. اسمي أريمة، كان لقبت بالعبقرية في صغري ودللني الجميع. ظهرت بالتلفاز مجددا. أنت مذهلة يا كنا، أشكركم. ولكن لا أدري أهي مسألة موهبة أم أنها نزوة من الجماهير، أم أنه كان يجدر بي بذل مجهود أكبر. ولكن كل شيء أن يفقد شعبيته حتما في أحد الأيام. يصفني أهل الإنترنت هذه الأيام بالممثلة الطفلة فاقدة المجد. وبدا وكأن مسيرتي المهنية انتهت حين كنت في المدرسة الابتدائية، ولكنني تشبثت وثابرت في المجال وحصلت أخيراً على دور البطولة الذي انتظرته. أريد جعله عرضاً جيد مهما حصل، حتى وإن اضطررت إلى التعلق بقشة من أجل ذلك. أدرك يقيناً أن هذا عرض سيء للغاية وأن تمثيلهم يفتقر للأساسيات. عرضت الحلقات الأربع الأولى وخيبت أمل كل مشاهد تقريباً. الكل يصفه بالمنتج الفاشل، ولكن لم يفت الأوان بعد. هذا أشهر مشاهد العمل الأصلي. مشهد مواجهة البطل والمتربص، الشابة التي لم تذق طعم الحب يوماً تحمل أول مرة في حياتها وتذرف الدموع. أبكي كلما قرأت الجزء من المانجا، فهو مشهد أحبه وقد أعدت قراءته كثيراً. إن واكبت شريكي في التمثيل وأحسنت التغطية عليه وأمكنني تقديم أفضل تمثيل ممكن، فلن يفوت الأوان على ذلك بلا شك. دعني وشأني، لم لحقت بي على هواك؟ التفكير هكذا من طبعك. حاولي مواكبتك. هل أنت غبية؟ ولكن لن أتركك وحدك. هذا محال، يستحيل أن أغطي عليه. لما المخرج وطاقمه راضون بتمثيل كهذا؟ ألا يجدر بهذا المشهد أن يكون أكثر إثارة للتوتر والخوف وقشعرة للبدن؟ هل التمثيل غير مهم إلى هذه الدرجة؟ يحتاج هذا المشهد إلى المزيد. يلتقط اللاقط وقع خطواته على برك المطر. هل نوقف التصوير؟ لا، إنه ملائم للمشاهدة ويعطي إحساسا. هذه الفتاة ليست كما تظنها، وانت وافك أبدا مع لعوب مثلك. عجبا، كنت أحسبه لا يجيد التمثيل كثيرا قبل قليل. إنها من نفس شاكلة الأشخاص مثلي. إنه يبرز شخصيته مقارنة بالبروفة النهائية. لا أملك موهبة مثل آي ولا هالة تواصل جذب الجماهير نحوي، ولست بماهرا في التمثيل، لهذا سأستخدم كل ما تضل يدي، العادات والكاميرات والإضاءة والممثلين. سأصبح مثل أي ولو استخدمت على ذلك. أنت أقبح عند النظر إلى وجهك عن قرب. أهكذا تبدو دون فلاتر؟ ماذا قلت يا هذا؟ ألم تسمعني؟ أخبرتك أن تلك الفتاة لا تستحق الحماية. ذلك الشقي، إنه يرتجل نصه ومكانه وقت التصوير. لا توقفوا التصوير، وأبقوا الكاميرا الثانية عليه، وفعوا حدة الإضاءة قليلا. إنها صديقة عزيزة علي. هذا جيد، يشبه ما حدث في العمل الأصلي كثيرا. هذا المشهد مشهور في العمل الأصلي،
نوايا المخرج وتكوين المشهد والتناغم جميعها لها مغزى. لطالما برعت في الأسئلة التي تتطلب التفكير بمشاعر الكاتب. إن فهمت العمل الأدبي جيدا فسأحصل على علامة النجاح. انظري، جهزت المنصة لك. ألم تريدين هذه الفرصة؟ هيا مثلي بكل ما أوتيت يا أريمة كان. مهما فعلت فهذا بلا جدوى. ذروة المشهد حين تجهش البطل بالبكاء، ولأسلط النور على هذه الجزئية لتشع بريقا، سأتي بالظلما إلى المشهد. استسلمي وارحلي بشكل مرعب ومثير للاشمئزاز. ما من أحد يريدك، اعرفي مآمك وعيشي وفقا لذلك، وكفاك أحلاما لن تطالي شيئا في المستقبل، فحياتك حالكة السواد. والآن الفصل الختامي. إن أحسنت أريما كان البكاء. رغم ذلك ثمة بصيص نور. صحيح، هذا تخصصها. آسف، أصابتك لكمتي أليس كذلك؟ بلغت في قوتها. لا حاجة إلى الاعتذار، فقد تعمدت الإصابة بها. التمثيل يتمحور حول المشاعر حقا، أليس كذلك؟ قدمت مشهدا جيدا، وبفضل ذلك استطاعت أريما أيضا تقديم أفضل ما لديها. يا إلهي، ذلك الشاب أحدث فوضى عارمة. علينا إجراء تعديلات كثيرة على خطة الإخراج، وإلا ستخرب. لا بأس بذلك. إعادة صياغة النص في موقع يعج الشبان أمر طبيعي. نعمل مع شبان يافعين، لذا أخذت هذا بالحسبان. كما أنه أصبح مشهدا رائعا، لذا أجزم أن كانا سعيدة أيضا. كانا، هل أنت جاهزة للمشهد الختامي؟ كانا؟ حاضرة. المشهد 7، الالتقاطات 30 و10. جاهزون، ابدأوا. صباح الخير. نامي على سريرك إن كنت ستنامين. هذا مضر بظهرك. سأنام بعمق هكذا، أما إن نمت على الأرضية الخشبية فأستيقظ بعد فور ساعات. هذه حيلة غير صحية. ألديك عمل لنا؟ في الوقت الراهن ذكرت ما أريده لأبواب الخلفية في الصفحة الثانية، وكذلك لإطار الأول والثاني في الصفحة الثالثة. شكرا. سأشاهد درء من سيلحو اليوم، لذا نادياني حين توشكان على الانتهاء. أما زلت تتابعينها حلقة بحلقة؟ ألا تشاهدانها؟ شاهدت قليلا من الأولى، وأنا أول حلقتين. يأستما منه إذن؟ لا داعي لإجبار نفسك على مشاهدته. ذقت الأمرين في رسم المانجا، إلا أنهم اقتبسوها بمثل تلك الدراما المهزلة. يشعرني ذلك بالإحباط ولا يسعني مشاهدتها. كنت مدركة لهذا من البداية، إنهم يقتبسون مانجا منتهية لا رجاء في حصولها على تكملة. أنا ممتنة لمجرد وجود نسخة من العمل فيها دب للروح لها، وليس لي الحق بالتذمر. فزملائي المانجا كالذين اقتبست أعمالهم قالوا: لا ترفعي سقف توقعاتك أبداً. ففي البداية تعتلي وجوه جميع المانجا ابتسامة عريضة ويتخيلون سيكون هذا رائعاً، سيسعدني قيامهم بذلك، وعند نهاية الأمر يبدون تعابير حزينة. هكذا طبيعة الاقتباسات. ولكن رغم ذلك ثمة بصيص نور. سينسي؟ أنا مسرورة لقبول حصول العمل على دراما. يا رفاق، شاهدوا الحلقة الأخيرة على الأقل. هذا معدن سيحلو اليوم الحقيقي.